الإمارات هي الدولة العربية الأولى في التسامح، الدولة العربية الأولى في التعايش، الدولة العربية الأولى إن لم تكن الوحيدة في العالم العربي وليس الخليج فقط، اللي هي بتؤمن بحرية الأديان والمعتقدات بشكل مطلق. اختيار البابا فرانسيس لدولة الإمارات العربية تصور أنه اختيار منطقي وطبيعي، أنه شخصية البابا فرانسيس شخصية متواضعة، شخصية بسيطة، شخصية محبة، ما عندوش مواقف مسبقة وما عندوش انحيازات تعطل الحوار. زيارته هتكون دفعة قوية جدا في بناء نموذج لكيفية التحاور والتعايش والعيش المشترك. رسائله هتكون محبة، سلام، دعوة للتعايش. هيكون دارس تجربة الإمارات كويس قوي، ويتحدث عن بعض مزايا تجربة الإمارات، وهيدعو الجميع ربما للإمثال بهذه التجربة ليس في الخليج فقط ولكن خارج الخليج. الدور اتبنى وبناء ووضع أساسه يعني الأب الروحي للتجربة الإماراتية وهو الشيخ زايد. لاحظي أيضا أن دولة الإمارات العربية المتحدة يعني نتيجة هذه السياسات لم تتعرض والحمد لله يعني لأي أعمال إرهاب أو أمور من هذا النوع، لأنه في الحقيقة هي دولة قامت على نموذج ودولة تحترم القانون وتطبقه وتحترم الإنسان كإنسان